وشنو هو الغرض أنه الإنسان يغسل الغسيل الوسخ أكرمكم الله قدام الملايين من الناس؟ ما هو الهدف؟ الإنسان ليكذب ويصدق كذبته والناس تأمنه؟ ما عليا ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما نحبطش على المستوى تاعي باش ندخل بديفو كونت ونعاير ولا نشتم ولا نسب ولا كي تهضروا على تهضروا تجبدوا أسامينا. يا خي راكو تقولوا احنا نحبوا اختنا احتراما المرحومة احتراما ليها، ما تهضروش على ولادها. احترموا اختكم لا تحت القبر، ما تهضروش على ولادها. يرحم الله والديكم، بركات. احشموا على عرضكم، احشموا على اسمكم، احشموا على عرضكم، على شرفكم، على اسم العائلة. وشنو هو الهدف؟ ما راكيش حتغيدي الناس، ولا هذيك حتغيد الناس، ولا الاخرى حتغيد الناس. كل الناس عندها مشاكل، كل عائلات عندها مشاكل. يعني الناس راح يخلوا كاع مشاكل تاع الدنيا وراح يعني يلتهوا غير بالمشاكل تاعكم. بركات ولا غير عيب هاد الشيء هذا، والله العظيم غير عيب. ما تخافوش من ربي ولا كيفاش؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. أو الملح يخرج والعقوبة راهي واعرة يا ناس. نهار يما الله يرحمها لاغي سي ديفي والحما كانت فتت مسكينة، كانت تحرق وتسنى شكون يدقدق عليها الباب ويجي يدقدق عليها ويجي يطلع عليها. وين كنتو؟ وين كنتو؟ ما تجبدونيش، راني شادة صابعي، راني شادة داري ولادي، ما تجبدونيش. يرحم الله والديكم وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الايام المباركه، حسبي الله ونعم الوكيل. ومازال ان شاء الله ندير عمره وندير حجه ونوكل ربي، نوكل ربي ليكم تاكلوا لي في لحمي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.